بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل كتابة القصة القصيرة، وقلنا بنحدد العناصر الفنية للقصة: الشخصيات، الأحداث، الزمان، المكان، السرد. بنديك كده تدريب لقصة قصيرة حتى تستطيع انك انت تكتب قصة. ده جزء من قصة تسمى أمي. لم يخطر ببال سعيد وهو عائد من المدرسة أن الوحش والهجوم في وجه أبيه وأخوته هما اللذان سيستقبلانه بدلا من البشاشة التي اعتادت أن تطالعه في وجه والدته. فقد عودته ألا تخلف مرة استقباله وألا تسمح لغيرها أن يستقبله كل يوم مهما كانت الظروف. حينما بلغ البيت ولم يصادفها كالعادة، أيقن أن شيئا ما قد حدث، فتغيرت الدنيا في عينيه وازدادت دقات قلبه. ولما دخل الدار طالعه صمت حزين وذهول مطبق، فصارع لسانه إلى السؤال: أمي، أين أمي؟ حاول أخوه الكبير التخفيف عن وقع الخبر عليه، وساعده أبوه بقوله: إنها وعكة بسيطة، بضعة أيام في المشفى وتعود إن شاء الله. سأل سعيد في لهفة: أين في المستشفى؟ وطفرت الدموع من عينيه، انزوى وهو في حزن عميق، وأحس أن الجميع في ضياع مماثل. وتحول البيت السعيد المبتهج في لحظات إلى حجارة مرصوفة لا حياة فيها. لم ينم سعيد في تلك الليلة وما تلاها من ليال طوال، ولمدة أسبوع كانت أمه خلالها تتراءى له بوجهها الشاحب وعينيها الذابلتين اللتين تنبئان عن آلام مكبوتة، فيتملكه الحزن وتنهمر الدموع على وجنتيه. طيلة غيابه عن المنزل غابت الحيوية والتنظيم، ونزحت البهجة والسعادة، بالرغم من أن الجميع بذلوا جهودهم لملء الفراغ الذي كانت تشغله والدته. مرت الأيام السبع، فكانت بالنسبة لهم أطول أسبوع في حياتهم بعدما طلعوا من جديد وجه الحنان والحب في وجه والدتهم. وعادت الأم فعادت الحياة إلى البيت، لقد كان غيابها عبرة لهم وازدادت معرفتهم بفضلها ومكانتها، وهكذا عرف فضل الأم. وهذا كان نموذج من نماذج القصة القصيرة. طبعا المكان منزل أسرة سعيد، الزمان مدة الأسبوع التي حدثت فيه القصة، الأحداث طبعا العودة من المدرسة وعدم رؤية الأم، وبعدين معرفة السبب لوعكة صحية هنا العقدة، واستمرت إلى أن حلت في نهاية القصة وعادت الأم وعرف الجميع فضل ومكانة الأم. يبقى تقدر أنت أيها الطالب في صف أول ثانوي، تقدر أنك أنت تستطيع أن تكتب قصة ولو قصيرة عن حدث مر بحياتك، تستطيع أن تكتب عنه قصة ولو قصيرة. درس من الدروس، حصة من الحصص، يوم من أيام المدرسة، موقف مع زميل لك، موقف مع معلم، موقف في الطريق، موقف في أحداث البيت، ظروف مرت بك، كل هذه الأشياء تستطيع أن تعبر بها في قصة قصيرة. تكلمنا من قبل برضو عن المذكرات الأدبية، وتكلمنا اليوم عن القصة،
ومحتواها وأحداثها والعناصر الفنية للقصة. والواجب بتاعك بقى إن شاء الله إنك أنت تكتب قصة قصيرة عن حدث ما مر بك أو مر بأحد أقاربك أو مر بأحد إخوانك أو بأحد زملائك، وفي القصة بتمتزج فيه العاطفة مع الصدق مع الخيال مع الإحساس والوجدان، ده كله بيمتزج في كتابة القصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجلت يا محمد؟ الحمد لله. سجلت يا محمد. محمد زين برا؟ مين؟ محمد زين تحت. ليه؟ ننتقل لفيديو تاني. نجيب ايه؟ ننتقل لفيديو تاني. تعال نتكلم ده. هنا اهو. تحت الشباك. نادي عليك مين؟ Thank you.